على الباب يا عيال. طب قوموا افتحوا، ما فاتحينش غير في الاكل بس. السلام عليكم يا فوزية. عليكم السلام يا حسن، اتفضل. زنوبة ما جاتلكيش؟ جات لي الصبح، فاتت عليا وسابت لي العيال ومشت. ما قالتش يعني رايحة فين؟ هي قالت لي عندها شوية مشاوير هتعملها. لحد دلوقتي؟ اتفضل يا حسن، خش استريح، زمانها جاي. يا حسن، تعالى كل. نعمل لك شاي يا حسن؟ اعمل. هو ايه اللي حصل ده يا حسن؟ ما قلتلكش يا حسن يا راحة فين لحد دلوقتي؟ أنا هنتجنن، مش عارف نعمل إيه. هو أنتوا اتعرفتوا مع بعض؟ أبداً والله. ده هي اللي مفطراني الصبح وعاملة لي الشاي وإديتها المصروف. ما عرفتش منها يا فوزية يا راحت فين؟ ما قالتش. قالت لي بس يمكن نتأخر شوية. شوية يعني لإمتى؟ ما قالتش. ما تقلقش يا حسن، يمكن راحت عند حد من أصحابها. صاحبتها الوحيدة شوق بنت خالتكم. أنا فت على شوق، قالولي إنها بايتة الليلة في بيت عمها في المندرة. الصباح رباح بقى، مش هنلاقوا مواصلات دلوقتي لحد المندرة. وأنا لسه هنستنوا لحد الصبح. يا ترى أنت فين دلوقتي يا زنوب؟ ما فين حسب الله وعبد العال؟ مش باينين يعني؟ ما هم عارفين اللي فيها، الواحد مش هتحصل له 3 4 ريال يا حسن. انت هتقعدي تسمني بالكلام ليه؟ ماني يا اختي سايباكوا تخنقوا اللي على مزاجكم. اشمعناني لما نقول لكم على واحده تعملوها كبيره؟ احنا في الشارع يا بنت المحفوظه. وانا عايزه انبهك على حاجه، اياكي تجيبي سيره لعبد الرازق والعربي. انت فاهمه ليه؟ انتوا ناويين تدهلزوهم؟ هما كانوا موجودين معانا ولا عملوا حاجه من اصله؟ يلا يلا يلا. صباح الفل يا بس خالتي. ضيقها يا بغي، وطعت انت وخالتك. صباح الجمال يا خالتي. تعالى يا محمود. لسه ما عملتش استباحه يا خالتي. تعالى يا واد بدل ما امك. غير بغي. انت يا واد ايه اللي خلاك تمشي بدري امبارح؟ الكبسه اللي حصلت على الحاره. كبسه؟ طب امشي امشي، روح شوف شغلك امشي. مش جايبني المرض يا فلوسك. هم عملوها كبسة؟ رحت فين امبارح يا ولد؟ ابدا يا معلمه، من ساعه ما دعقتي وقلت كبسه واني بنبرم حوالين الروح. كنت متوي عند واحد معرفه. طب ابقى هات شويه ميه رشهم تحت الصندل. قال المعلم حسب الله لقى فحم والع، جاب حبه تراب وكبس عليه برجليه. واني بنقول ايه التراب ده؟ نورت عليا يا معلمه. ما هو يا روح امك، انت سمعت كبسه، سبت الفحم والع وهربت. لولا المعلم حسب الله طفاه كان زمان الدنيا ولعه وعملتنا حلاوه موسم. اللي ما يشتري يتفرج. مش هيحصل تاني يا معلمه. بلك انت لو ده حصل تاني اني هنعمل فيك ايه؟ اقطعي رقبتي بالسكينه. صباح الخير يا شوق. يسعد صباحك يا محمد. ازيك يا سليمان؟ ما شفتيش زنوبه يا شوق؟ زنوبه؟ لا ما شفتهاش النهارده ولا امبارح.
امبارح فاتت عليا وكانت عايزه تسيب لي العيال، بس تاني قلت لها انني خارجه وقالت انها راح تسيبهم عند الفوزيه. ليه في حاجه؟ زنوبه ما رجعتش بيتها يا شوق. يا لهوي ازاي الكلام ده؟ يا اهلا يا شوق، خير؟ في ايه؟ انت قابلت محمود امبارح؟ لا ما شفتوش. انت عايزاه في حاجه؟ زنوبه مش لاقيينها. ازاي الكلام ده؟ زي ما بنقول لك كده، زنوبه ما رجعتش بيتها من امبارح والدنيا مقلوبه. أنا قلت بقى لازم سهرت مع صاحبك وخدها بيتها في أي حتة. أبداً ما حصلش. دي جات للوابور امبارح يا شو وطلبوا مني نتقابلوا، رحت موزعهم بصفة إني هنروح لهم أنا وأنت عند عبد العال على بيت ريا. شو بتقول لي إنها راحت لها هناك وما لقيتهاش، وقابلت ريا وقالت لها ما شافتهاش ولا جت. ما شافتهاش ولا جت؟ فكرك تكون راحت فين؟ مش عارف. ده شو قالت لي إن أهلها دايرين وقلبين عليها الدنيا. يمكن تكون راحت على بيت ريا بعد ما شو سألت عليها هناك وباتت عندهم. انت ما شفتش عبد العال امبارح في الشغل ولا حاجه؟ لا ما جاش. هتفضل راقد كده طول النهار؟ ايه ما بتردش ليه؟ انا في حالي، بدل ما نقوم نطلبها فوق دماغ الكل كليله، خلينا حاله الصرمه القديمه في حالك وساكت. ده ما تقوم تطلبها احسن عشان تبقى فضحتنا بجلاجل ويطلعوا بقى المدفونين هناك، وساعتها كلنا هنتعك فيها ومحدش هيقدر يقول ماليش دعوه. انت تكسبيني دلوقتي؟ انا مش فاهمه اشمعنى النوبه دي الولايه قطع فيك قوي كده. السهم نفد خلاص، الكلام ما عملوش فايده. انا مش عارف هنسلك مع الجماعه دول ازاي، مش عارف هنقابل صاحبي بقى وش. حق بطلوا ده واسمعوه ده. انت مالك يا اخويا اللي يشوفك كده يقول اول مره تخنق مره؟ انا ما خنقتهاش، انا مسكتها من ايديها بس. وقالت لك اخسى عليك يا سي محمد، داني لو نطول نخنقها الف نوبه كنت خنقتها. سي محمود السماك تحت وبيسال عن المعلم عبد العال. حاجه غريبه يعني، البت الزنوبة دي ما جاتش هنا امبارح من اساسه؟ ما دام انت ما جاتش هتيجي ليه؟ دي عمرها ما جات لوحدها. دي حتى شو جت سالت عليها هنا امبارح، اني قلت يمكن تكون زنوبة جت بعدها. هي شو جت امبارح؟ ايوه، وقابلتها المعلمة ريا. يعني ما قالتليش ريا؟ الحقيقة هما جوني امبارح الوابور، اني قلت لهم يسبقوني على هنا واني هنبقوا نحصلوه. طب وانت ما جيتش ليه؟ جيت يا معلمة، لقيت الحارة مرشقة عسكر، رحت واخد بعضي وراجع. تلاقيها يا اخويا عملت زيك. اصل بعيد عنك، الحاره امبارح كانت واقفه على رجل، كانوا بيدوروا على واحد قتل قتله مسكوه وجرجروه على الكراكون. بصراحه اني افتكرت ان البوليس جاي عندكم. وهيجي عندنا ليه؟ احنا على عينك يا تاجر، لا عندنا حاجه نتكسفوا منها ولا حاجه نخافوا عليها، ده احنا سمعتنا زي البرلمت. محدش يقدر يقول غير كده يا معلم. لكن اللي مجنني الوليه زنوبه دي راحت فين؟ شوف بقى يا سي محمود، مش يا اخويا اللي زي زنوبه وقريبتها دول يختشوش، واللي تعرف على جوزها واحد تعرف التاني والتالت وغيره، ما هي ماشيه على كافه. مظبوط مظبوط يا معلمة. امال انا زهقت منها ليه؟ لو انت زهقت منها قولي لي اذا كان في حاجه انت عارفاها ومخبياها. زنوبه طول عمرها سرها معاكي. جرى ايه يا فوزية؟ مش مصدقاني ولا ايه؟ طب بس يا زنوبه لما نشوف. طب في حد من اللي كانت بتروح له نساله عنده؟ خياطه ولا دلاله ولا اي حاجه؟ فكرتيني، ده يوم ما جت وفاتت عليا وكانت عايزه تسيب لي العيال، كنت اني قاعده مطرح ما اني قاعده هنا كده، ولمحتها على قمه الحاره قابلت حرم الدين. مين دولي؟ تعرفيهم؟ هما اتنين اخوات، واحده اسمها ريا والتانيه اسمها سكينه، كنا قابلناهم مره في الزنقه. وزنوبه تعرفهم منين دولي؟ وانيش عرفني يا اختي، ده هي كزنوبه كانت تعدي عليا وتقول لي ما تيجي نروح نفوتوا على ريا وسكينه. يا اختي دول مخوياهم ولا ايه يا شو؟ انا يا اختي اللي نعرفه انها كانت بتروح لهم. طب ما تيجي نروح نساله عنده. هما ساكنين فين دولي؟ انا مره كنت رحت سالت عليها هناك، هي كانت مره كانت مدياني العلوان. هما ساكنين في حاره النجم في بيت السبونجيه ورا كراجول اللبيه. وايه اللي كان بيوديه عند الاثنين دول؟ ليه مالهم يا حسن؟ دول لمؤاخذة فاتحين بيوت بطال، عاملينها غرز وخمارات. يا ندمتي. متأكدة من الكلام ده يا فوزية؟ شو هي اللي قالت؟
قالوا ما نعرفش لا ريا ولا سكينه. وايه اللي هيوديها بيوت زي دي؟ حد منكم شاف عليها حاجه؟ ما يمكن بيبيعوا هدوم ولا واحده منهم بتشتغل خياطه. ما تروح هناك يا حسن وتعس وتتطقص. لا عفوني، عايزين نروح نسال في بيت زي ده نقولوا ايه؟ مراتي كانت بتيجي عندكم؟ طب نروحوا الكراكون نبلغوا يا حسن. نروحوا الكراكون معلش، لكن البيوت اللي زي دي ما نقدرش. ده لو حد شافني من الزباين جرستها هتبقى بجلاجل ومحدش هيرضى يركب معايا. انت يا راجل يا نص عايز ايه يا ولية؟ الهي ولولو عليك من بدري، مخبرين جداد دول ولا ايه؟ دول عاوزين يحششوا، قلت ننصحوهم ان الخمر اجدع من الحشيش. انت هتحكي لي قصة ابو زيد ولا ايه؟ كانوا بيسألوا على غرزة سكينة ولا عايزين يحششوا والسلام؟ كانوا بيسألوا على ريا وسكينة، ده هيتاخدهم هما الاثنين. ما تعرفيش واحدة اسمها زنوبة يا معلمة؟ زنوبة؟ اني نعرف يجي 20 زنوبة. قصدك انه زنوبة فيه؟ اديني امارة. كانت بتيجي هنا عندكم. قالي ما بندخلوش نسوان عندي هنا في المطرح، دي عادة رجالة، حد الله ما بيني وما بين الخبص. قالي ما فيش راجل خباص بيخش عندنا هنا هو، وزي ما انت شايف كده اللي بيجي يا اخويا يشد له جوزة ياخد له كاسين يقعد بأدب ويمشي بأدب. امال ابو اغزة الستات اللي قلت عليهم انهم اصحابك بتقابلهم فين؟ عندي فوق في مطرحي. عن اذنك استبعد عنكم جوزي بعافية شوية ولازم نشقروا عليه. الف سلام. لا مؤاخذة، انت كنت بتسألوا على مين هنا؟ عن واحدة نعرفوها اسمها زنوبة. قالوا انها كانت بتيجي هنا مع واحدة قريبتها اسمها شوق. ايوة عارفها، حجازية، بس دي بقالها ياما ما بتجيش هنا. من قد ايه يعني يا ابو حنفي؟ قدلها يجي تلات جمعة. كانت بتيجي الأوضة دي؟ أيوة الأوضة دي ياما ورد عليها ناس من كل لون يا بطيستة. وكانت بتعمل ايه هنا؟ كانت بتيجي مع قريبتها هي وجوز رجالة. ما تعرفش أساميهم ايه؟ ساكنين فين؟ لا مؤاخذة أنا بيورد عليا كل يوم زباين، ولي بقى ما بنفتكروش الزبون إلا وهو قاعد قدامي زيكم كده، وتو ما بيخرج بيخرج من دماغي. واشمعنى افتكرت زنوبة؟ أصلها لا مؤاخذة هي وقريبتها بس هما اللي كانوا بيدخلوا الأوضة دي من صنف النسوان. أختك يا فوزية كان ماشيها بطال. يا لهوي يا لهوي، مين اللي قال؟ عرفت إزاي يا سليمان؟ قول لها يا محمد، قول لها صاب الغرزة قال لنا إيه؟ حسن كان عنده حق ما يجيش معانا، لو كان جه معانا وسمع الكلام اللي قاله الولد بتاع الغرزة كان طب وقع ساكت. طب عرفت عنها حاجة؟ هي راحت فين؟ محدش عارف يا فوزية، تلاقيها هربت مع الجدع اللي كانت بتروح معاه الغرزة. اللي عندها الكلام وهي اللي تقدر تدلنا بنت خالتك شوق، أصله هي كمان ماشية على كيفها ومصاحبة واحد مصاحب الجدع اللي ماشي مع أختك. الله يغلبها وينيلها، أتريها عمالة تلف وتدور معايا وتلوعنا في الكلام. اقعدي معايا يا فوزية وخليها تنور عليكي. وهي هترضى تقولي حاجة؟ دي بنت لئيمة. تلاقي هي اللي سحبت رجل زنوبة، ما هي فاضية بقى لا وراها جوز ولا عيل بعد جوزها ما مات. اسمعي يا زنوبة، انت لازم تقعدي معاها وتعرفيها اننا عرفنا المستخبي وان احنا هنجيب رجلها في الموضوع ده وهنبلغ الكراكون وهنقول هي اللي عايشة زنوبة. يبقى احنا مش هنجيب سيرة لجوزها الا لما تقول لنا شو على كل اللي حصل. هو ده اخر كلام عندي.